لورغانيزاسيون دو تورنوا كانت كيما انتظاراتك ولا فاتت؟ الحقيقه تنظيم كان اكبر من انتظاراتي ومن انتظارات اي واحد. كي تعرف لان خذينا الدوره منذ خمسة أشهر التالي ما كانش فما جرادان، ما كانش فما كور سنترال، دونك فريمون هذا كل يوري لانه تونسي يحب يعمل حاجة يعملها، وأنه أهدافنا كجامعة تونسية للتنس أخيرا تحققت، خاطر هذا حلم منذ تمسكنا الاتحاد. شكر خاص الحقيقة للسلطات المحلية، لمدير الدورة، ولأي إنسان ساهم في هذا، خصوصا ماجيك أوتيلز اللي هما عطاونا هذا الفضاء الشيق، واللي هما كانوا واقفين معانا وقالوا لنا لا يا مدام سلمى on va organiser le tournoi même si on n'a pas un gradin qui peut abriter dans les 2500 spectateurs. Et donc je ne peux que remercier l'arbitre de Zoumakoul et les Hatouliet Fliet et Atahaka Kalhul. Bonjour, Jemehir. Quel est le nom de l'Afdal Khasatan Flayemet qui est le nom de l'Afdal? Certes, quel est le nom de l'Afdal Idekin J'ai fait un peu de temps pour le Médéris ou le Poliet. كنا زيدا نجمو نمشيو مثلا دون لي زوتيل ولا نمشيو دون لي فاك نجيبوهم، مي لا ماجوريتي كيما تعرفوني فاكولتي دو ميديسين وفاكولتي دو واحد صغير ياسر يجيو. المرة الجاية أنا سي فغي أول نهار جيت ركبت الملاعب معناتها فارغة، عندي دي تيكي نقول لهم جيبوا أي عباد باش تدخل جوست بور مونتخي كو تو نون دي لا، مي لا بروشين فوا لازمنا نخمو في الأدوار الأولى والأدوار اللي ما تلعبش فيهم أنت، كيف يكون الإقبال جماهيري كبير. ما تنساش اللي أول مرة في تاريخ كرة المضرب نبيعوا تساكر في حياتنا كاملة، ما نبيعوش يدخلوا هكاكا ويبداوا الجرادانات فارغين. هذا ماهوش فوتبول، هذا ماهوش رياضة جماعية، لكن اليوم أنس خليت اللعبة هذه تولي لعبة شعبية وتولي فيها إقبال كبير، والناس كل توا كي تشوف العباد تطلب فيها على تيكي. مو جو كخوا اليوم وأ بارتيغ دو اليوم حتى حتى ديمانش يوغا برشا عباد وان شاء الله الملاعب باش تتعب. غيشي فيرمي اون سيبر اليوم؟ اه وي غيشي فيرمي وربي يستر، ظلي فوق الغيشي بشويه باسكو تو الموند فو. جماعه لهنا مزدير، جماعه سوسه، جماعه تونس، جماعه كيف، جماعه بيجا، خاطر انس بين تونس مش خاطر عملناه في الساحل ولا عملناه في مزدير، راهو مقتصر كان على اولاد الجهه. الدوره احنا اليوم الجامعه التونسيه للتنس كذلك الهدف نتاعها سي لا ديسنتراليزاسيون اجوردي، لو فيت كو لو تورنوا سوا مونستير، تشوف عدد النوادي في الجهه وتشوف عدد النوادي في الجنوب، كذي هي زاد هدف. راهو احنا مش باغازار عملنا، سيخت هما الوحيدين اللي حابوا يعاونونا في الانفراستركتور، وكما تعرف اليوم البلاد تمر بظروف صعبه وذاك على الناس كل مشكورين تضافر الجهود، لكن جو فو ديك ان شاء الله ان شاء الله مش عادي شي فيرمي، معناتها ان شاء الله نجموا حطوا لهم دي زيكرون باش يجموا يتفرجوا. شنو رايك في التغطيه الاعلاميه نتاع الدوره خاصه وانه فما اكثر من 40 قناه قاعده تعدي في التورنوا توا؟ وسينو نحب نعرف رايك على الحرفيه نتاع المركز الاعلامي. نبداو بالحرفية نتاع المركز الإعلامي، حرفية كبيرة الحقيقة، مبسوط ومشكور سيكر والولاد الكل اللي خدموا على خاطر في تو لي ميديا يسون لا يسون موبيليزي، قاعدين زادا ياخذوا في لي انستركسيون دو بي تي أول مرة، خاطر انتوما صحفيين ما كومش كيما تغطي دورة فينال إيكيب فوت ولا هوند ولا باسكيت، فما ذا رول. أنا كرئيس جامعة ما عنديش حق ميم با ندخل الغاديكا، فما عدد معين من جورناليست، فما جورناليست لازم يقعد في الزون ميكس ما يمشيش لتيرانيت، دونك راهو هذه أول مرة نعملوها أنا كرئيس جامعة، ماذا بيا تو لي جورناليست هوني تو لي جورناليست في الجرادان. أنا جادة قاعدة نتعلم خاطر أول مرة دورة دبليو تي اي 250، دونك شكر خاص وشكر كبير لكل الإعلاميين اللي موجودين هوني ولا مش موجودين، اللي قاعدين يغطيو واللي قاعدين يعطيو في صورة طيبة لهذه الدورة وصورة طيبة لتونس. باش نحكي وسؤال اللي قبل سالتني على التغطية الإعلامية. التغطية الإعلامية الحقيقة معناتها ديفيزيون باغتو دون بوكو شين، بوكو دانترفيو اليوم بركا معناتها بات لي انترفيو نتاع أنس ونتاعي نتاع سي شهاب باغتو معناتها دون لو موند، لا بيل إيماج دو مونستير، لا بيل إيماج دو بو سيت. ألوغ لا جو بي با دير كون فا كارتوني، مازال ما وفاش التورنوا ولازمنا نصبروا. انا اوجوردي جي توجور دي كو جي يو لي لارم او زيو لو بروميي جور دخلت في لي غرادان، باسكو جي جامي كرو، سي ان ريف، سي ان ريف دو توت اون ناسيون، سي با ان ريف دو ما بيرسون، باسكو موا جو ريبريزونت اون انستانس، موا جو ريبريزونت لا فيديراسيون تونيزيان دو تينيس، سي فو بلي جو سوي با سلمى موالي، انا اسمي الجامعه التونسيه للتنس، كي
نقولوا جامعة تونسية، سلطة إشراف، دولة، كل شيء. دونك هذا بلادنا، كنا متجندين انتوما، احنا لاعبين، tout le monde est bénévole pour notre pays qui est la Tunisie. Donc je suis très très contente. C'est une réussite. Tu peux suivre, tu peux savoir. Aïe, insane, ma tassée, ma chour, surtout l'Ishraf, le Fokouma. Vraiment, je suis très 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 fière. Et mon bureau ici, il est très très fier. Et ce n'est